فيما أثير من ملاحظة أعجبني، يعني من خالفني وأعجبني من وافقني، لأن هذا هو النقاش. لكن أشير على أن إطارة المادة 16 علاقتها بالمادة 400 من المدونة الأسرة. من يقول بإبقاء على المادة 16 وحذف المادة 400 يقع في تناقض، لأنه المادة 16 ما وجد مخرجا في الإشكال في الفقرة الأخيرة ديالها إلا استنادا إلى المادة 400 اللي فتحت الباب ديال الاجتهاد استنادا على الاجتهاد في المذهب المالي. تفاعلا مع الحوار المجتمعي الذي يدار حول عديد من مواد المدونة الأسرة، وأيضا إسهاما من الهيئة والاتحاد في الحوار الذي يشارك فيه المجتمع المدني بصفة عامة والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية في إنضاج أفكار ومقترحات لتوفير مدونة الأسرة، أملا بالخروج بتوصية ترفع إلى اللجنة المكلفة بهذه التعديلات لتجميع هذه التعديلات وإخراجها وإعدادها. كذلك أملا في طرح مقترحات تخرج بنا من دائرة الإشكالات التي نعاني منها ويعاني منها المواطنون، ونحن بصدد التعاطي مع بعض مواد المدونة الأسرة أمام القضاء. عبد الكريم القلبه، رئيس اتحاد المحامين الشباب. تاتي هذه الندوه في اطار النقاش المجتمعي المطروح حاليا، والذي يعني تعديل مقتضيات مدونه الاسره، وتاتي هذه الندوه تحت عنوان مدونه الاسره ورهان التعديل الثابت والمتغير. تم استدعاء مجموعه من الاساتذه محامون وعدول لنقاش المقتضيات القانونيه التي يمكن تغييرها. ناقشت مجموعه من القضايا مثل الحضانه، مثل اثبات النسب، كذلك زواج القاصرات الى غيرها من المقترحات، وسنقوم بصياغه مجموعه من التوصيات وتقديمها للجنه المشرفه على تقديم المقترح تعديل مدونه الاسره، ونتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار. وشكرا. استاذ قمري الياس، محامي بهيئه مراكش وعضو باتحاد المحامين الشباب بمراكش، ورئيس كذلك لجنه الشؤون الخارجيه بنفس المكتب. صراحه اولا نشكركم على مواكبتكم لهذه الندوه التي صراحه نعتبرها ندوه قيمه، لا من ناحيه ديال التنظيم ولا من ناحيه المناقشه القانونيه التي جاءت بها، خاصه في ظل يعني هذه التعديلات التي تقتضي منا كفعالين. جاءت مقتضيات هذه الندوه التي جاء عنوانها بين مدونه الاسره رهان التعديل والثابت والمتغير، بخصوص مجموعه الاشكالات التي يطرحها النطاق العملي، وبطبيعتنا كمحامون التي تقتضي احتكاكنا بالمتقاضي والوقوف على الاشكالات التي يعني يقف عنها عليها هذا المتقاضين، وضروره وجود حلول لهذه الاشكاليات القانونيه خاصه، ويعني تحت التعليمات الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، الذي الزم بوجود حلول فعاله للمشاكل المطروحه في التطبيقات العمليه لمدونه الاسره. صراحه هذه الندوه جاءت في مجملها بكلمه افتتاحيه بقراءه من ايات بينات من الذكر الحكيم، كذلك بكلمه الاستاذ النقيب مولاي سليمان العمراني نيابه عنه يعني الاستاذ عمر بن طو، وجاءت في مجملها بخصوص نقاط تعديل مدونه الاسره بين المرجعيه الوطنيه وبين مرجعيات المواثيق الدوليه، كذلك بخصوص القراءه في مقتضيات مدونه الاسره التي تقتضي التعديل فيما جاء يعني في مداخله الاستاذه حفيظه توتا، وبايجاز في خصوص يعني مدونة الأسرة بين مطلب التعديل ومطلب التنزيل. نتمنى يعني جاهدين أن نكون يعني قد وصلنا إلى النقاط الواجب تحديثها في بخصوص هذه الندوة والوقوف عنها، وكذلك إحالتها إلى اللجنة المخصصة بخصوص هذه التعديلات. نشكركم على حسن الزيارة وحسن المواكبة بخصوص يعني حضوركم لهذه الندوة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.